Today we have lesson 6. Open your books on page 67. افتحوا الكتب الغير ملونة على صفحة 67. عندنا تمرين منطوقة يقول listen to the information, write the missing words. اصغي إلى هذه المعلومات واكتب الكلمات المفقودة. العنوان هو Animals around the world. حيوانات حول العالم. By class 4. يعني هذا العنوان واللي مسوينه هذا المشروع أو البروجكت هو الصف الرابع. هذا التمرين مشابه للتمرين اللي قبل الصفحة اللي قبلها اللي هي صفحة 66. هنا يقول We are looking at information about our world. There are many interesting things to learn. Look at all the pictures we find. يقول نحن ننظر إلى معلومات حول العالم وهنالك العديد من الأشياء الممتعة لكي نتعلمها. انظر إلى هذه الصور. منطين هنا 3 pictures. كل picture داخلها معلومة مثل ما تشوفون. راح نقرأ صورة صورة وياها المعلومة نمليها داخل الفراغ. نشوف أول pictures. يقول the biggest shark in the world is the فراغ. يقول الأكبر biggest هي الصفة الأكبر. يقول القرش الأكبر في العالم هو whale shark. قرش الحوت اسمه. It is about 13 meters long. يبلغ طوله 13 متر. It live in the sea. إنه يعيش في البحر. نجعل picture 2. The smallest bird in the world is the. يقول الأصغر الطائر الأصغر في العالم small أصغر في العالم اسمه شنو بي هامينج بيرد يعني اسمه الطائر الطنان. اوكي اونلي 57 يعني مليمتر يعني يبلغ طوله 57 مليمتر. اوكي لونج ميجر ذات وذ يور رول يعني قياساته حسب القواعد. هسه بيكتشر 3 the hottest desert in the world is the. يقول الصحراء الأشد حرارة أو أكثر حرارة في العالم هي سهاري ديزيرت اسمها سهاري ديزيرت. It is in Africa يعني هي موجودة في أفريقيا. It is 58 تبلغ درجة الحرارة 58 درجة حرارة مئوية. كل اللي عليك عزيزي الطالب أن تحل وياي داخل كتاب الأكتيفيتي. Thank you.